في مرض وفي انتشار وزيادة بالإصابات وفي وفيات بسبب هذا الأمر أكثر من سنة، والعالم كله متضرر من انتشار كورونا. الأمثلة بالعالم كله نشوفها قدامنا، لا نروح بعيد، قاعدين نشوفها بيننا بمجتمعنا وحولنا. وفوق هذا في ناس لليوم تقول إن المرض مو بذيك الشدة والإجراءات الاحترازية تأذينا أكثر من المرض. الله العالم كم كانت بتوصل الأرقام والإصابات والوفيات لو ما كان في إجراءات وقيود، والعالم حولك كله أمثلة، اختار أي مكان وشوف. بعد كل هالمدة وكل هاللي شفناه من المرض وآثاره، ولليوم في ناس تقول خلونا نطلع ونروح ونرد ونسافر بدون كمامات بدون قيود، ترى الوضع طبيعي. أول شيء الموضوع ما في تقييد لحريتك، الموضوع هذا حماية لك وللمجتمع. إذا أنت مو مقتنع وتقول أنا بسوي وأروح ومو هامني، طيب الأمر مرتبط بأسرتك، باللي حولك، بالمجتمع بكبرة، مو مبالغة. إهمالك أنت بروحك ممكن يأثر على المجتمع كله، وعندكم أكثر من مثال حي قدامكم. بدون ما نروح لقصص صغيرة، المرض بدأ بشخص بالصين وشوف وين وصل. كوريا الجنوبية العام رصدت أن واحدة مصابة كانت هي السبب بأغلب إصابات كورونا اللي تسجلت بذاك الوقت، وغيره وغيره من القصص اللي تبين لك ارتباط المرض بالكل مو فيك بروحك. الموضوع ما يخصك بروحك تقرر وتقول أنا مقتنع بخطورة المرض أو مو مقتنع، طالما في أحد غيرك قاعد يتضرر التزم باحترام صحته وعدم التأثير عليه. دائما نقول أن الأزمة أثرت على كل مجالات حياتنا، ونحاول أن نستحدث حلول ونتدارك الضرر عشان تعدي كل أمورنا. واحد من هالمجالات الكثيرة حضانات الأطفال. بخصوص طرق التعامل مع أثر الأزمة عليها، تنضم لنا الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية السيدة هناء الهاجري. مساء الخير وحياك الله معانا سيدة هناء. مساء النور جميعا، الله يحييك أستاذة. بداية يعني سيدة هناء، أبي نتكلم عن شروط إعادة افتتاح الحضانات، ومتى راح يتم عودة العمل في هذه الحضانات؟ طبعا يمكن أهم شرط هو أن إحنا مرتبطين طبعا بالسلطات الصحية، ومدى أو متى ممكن يسمحوا لنا بأن نحن نفتح هذا الحضانات، وهذا يمكن أول شرط. الشروط الثانية عاد تأتي تباعا طبعا، اللي هي طبعا مدى تطبيق هذه الحضانات للاشتراكات الواردة في اللوائح والأنظمة الخاصة بالقانون الرقابة على دور الحضانات الخاصة. طيب كم عدد الحضانات عندنا بالكويت يعني، وهل في قراءات لعدد الحضانات خلينا نقول القادرة على إعادة الافتتاح وفق الاشتراطات الصحية؟ والله يعني حاليا احنا طبعا ما يفوق 530 حضانة وفقا للنظام الآلي اللي موجود، واحنا قمنا يمكن في الفترة الماضية بعملية تحديث للعديد من الحضانات، وكان هناك يعني عدد اللي حدثنا هو 377 حضانة تقريبا هي من قامت بتحديث معلوماتها أو بياناتها لدينا. طيب السيدة هنا يعني في فترة الإغلاق هل تم تسجيل مخالفات على حضانات يعني لم تلتزم بالإغلاق؟ طبعا عندنا في حضانات ما التزمت بالإغلاق، وقمنا طبعا بمخالفتها واتخاذ الإجراءات بحقها، وخاصة في الآونة الأخيرة يعني لاحظنا أن بعض الحضانات تقوم بالافتتاح أو بالإعلان عن طبعا افتتاحها واستقبالها للأطفال، وهذا يخالف عدة قوانين في الدولة، منها الاشتراطات، قانون الاشتراطات الصحية، قانون الرقابة على دور الحضانات الخاصة، أيضا قانون حقوق الطفل يعني، وقمنا بالفعل باتخاذ إجراءات المناسبة بحقها. طيب يعني كم عدد هذه الحضانات تقريبا؟ والله حاليا احنا طبعا بالنسبة لنا الفرق التفتيش الخاصة فينا يمكن خلال الأسبوع الماضي رصدت 3 حضانات، هذا غير اللي احنا قاعد نرصده طبعا من خلال أجهزة
أو وسائل التواصل لأن يتم فيها الإعلان عن استقبال الأطفال أيضا. ويعني ونقوم نحن طبعا باتخاذ العديد من الإجراءات من خلال التواصل مع هذه الحضانات وطبعا تطبيق القانون عليها. طيب يعني في موضوع آخر سيدة هناء، موضوع تبرعات وأعمال الخير خصوصا مع قرب شهر رمضان المبارك، ما هي الآلية المتبعة لجمع التبرعات الأعمال الخيرية في الفترة القادمة وما وسائل الرقابة عليها؟ طبعا احنا بدأنا يعني في التحضير والاستعداد لل طبعا المشروع 18 لشهر رمضان المبارك إن شاء الله، عسى الله يبلغنا وإياكم. اللهم آمين. وتم الإعداد له من شهر يناير الماضي، وتم منح موافقات للجمعيات الخيرية اللي تقدمت بطلب المشاركة. وطبعا نظرا للظروف والاستثنائية اللي تمر فيها البلد طبعا راح تكون معظم التبرعات هذه أو المشاريع راح تكون إن شاء الله بوسائل الجمع الإلكتروني أهمها، خاطبنا أيضا وزارة الأوقاف بخصوص المساجد طبعا، ووجود يعني مثل ما نقول المناديب أو الخاصين بالجمعيات الخيرية في هذه المساجد راح يكون أيضا وفقا للاشتراطات الصحية. وأيضا قمنا بتشكيل 6 فرق للتفتيش، وذلك لمتابعة العمل الخيري اللي احنا طبعا راح نطبق عليه ضوابط والاشتراطات الخاصة بالجمع عن طريق الوسائل الإلكترونية. والفرق هذه طبعا في منها فريق لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، فريق لمراقبة الإعلانات الغير مرخصة سواء من الأفراد أو الجهات، فريق للتفتيش على مقرات الجمعيات ومتابعة وجبات الإفطار الصائم طبعا إذا كان في وفقا للإجراءات الاحترازية بالضبط. وأيضا طبعا راح يحضر على الجمعيات جمع التبرعات النقدية بكافة أشكالها. نعم. والتزام طبعا باشتراطات وزارة الشؤون بشأن جمع التبرعات. كلمة أخيرة حابة أنك توجهينها أو نصيحة. احنا يعني في وزارة الشؤون يمكن ومن خلال عملنا سواء في من منطلق مسؤوليتنا عن الحضانات او حتى الجمعيات الخيرية ايضا وكثير من الامور المساعدات الاجتماعية، يعني لنا ارتباط وثيق جدا بالسادة المواطنين والمستفيدين، واحنا يعني دائما في الوزارة وبتوجيهات من معالي الوزير على أتم الاستعداد لخدمة وفتح أبوابنا للجميع في حال يعني وجود أي مشاكل أو أي أمور يرغبون في الاستفسار عنها. كل الشكر لك الوكيل المساعد لتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية السيدة هناء الهاجري، شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا لكم. موضوع السفر والمطار شاغل وايد ناس، والقطاع هذا ما هو مجرد قطاع ترفيهي وسياحي، السفر دراسة، علاج، شغل، كل شيء، السفر حياة. وعلى هالموضوع يشاركنا نائب المدير العام لشؤون المطار بالندب السيد صالح الفداغي. مساء الخير وحياك الله معنا. الله يحييك حياكم الله. بالبداية نبي نتكلم عن وضع الرحلات في مطار الكويت من حيث عددها وعدد المسافرين والقادمين إليها. نعم، احنا لازلنا في المرحلة الأولى لتشغيل عودة التشغيل التجاري اللي تم اعتماد الخطة من مجلس وزراء الموقر بإجمالي لا يتعدى 30% كحد أقصى لحركة الركاب الطبيعية. حاليا احنا عندنا يوميا ما يتعدى عن 1000 راكب يوميا. طيب هل سنشهد ارتفاع نسبة التشغيل التجاري يعني للرحلات الجوية بعد أن كانت 30% مثل ما ذكرت؟ نعم طبعا احنا كل هذا يعتمد على قرارات مجلس وزراء وكذلك استطلاع السلطات الصحية للوضع الوبائي داخل البلاد وكذلك في العالم. لازلنا احنا بانتظار الانتقال إلى مرحلة ثانية بعد إن شاء الله تحسن الأوضاع الصحية داخل الكويت وبرا في الدول المحيطة. سيد صالح، هل من إجراءات جديدة يعني بشأن عودة المقيمين لا سيما يعني من لا يزالون في محطات الترانزيت؟ منذ 21 فبراير
واحنا مطبقين قرار مجلس الوزراء بمنع دخول الغير كويتيين والسماح بالكويتيين وغاربهم من الدرجه الاولى والعماله المنزليه المرافقه لهم، ويحجرون لمده اسبوع حجر مؤسسي في احد الفنادق المختاره، ومن ثم 7 ايام اخرى في حجر منزلي، وعمل فحصين اولهما عند الوصول والاخر بعد 6 يوم من وصولهم. هذا الاجراء لازلنا مستمرين فيه مثل ما قلنا الى ان ان شاء الله يتم تحسن الوضع الوضعي داخل البلد. سيد صالح، دار الحديث يعني عن الجواز الصحي، هل من فكره عامه عن هذا الموضوع؟ نعم، الجواز الصحي طبعا احنا قمنا مع وزارة الصحة مشكورين بعمل دراسات منذ أشهر لاعتماد الجواز الصحي. القصد بالجواز الصحي هو من قام بأخذ اللقاح واستكمل المدة المطلوبة والعدد والمدة يكون له إجراءات خاصة غير عن الإجراءات الطبيعية. حاليا بدينا بالمرحلة الأولى واللي اعتمدوها مجلس الوزراء المؤخر مشكورين باعتماد الجواز الصحي لمن قام بأخذ اللقاح وبعد اللقاحين اسبوعين، وكذلك من اخذ اللقاح مره واحده وخمسة اسابيع بعد اللقاح، ومن اصيب بكورونا وقضى واخذ لقاح وقضى اسبوعين. هذه الفئات يتم استثنائهم من الحجر المؤسسي عند رجوعهم الى دوله الكويت، ونكتفي بالحجر المنزلي لمده اسبوع. كل الشكر لك نائب المدير العام لشؤون المطار بالندبة السيد صالح الفداغي، كل الشكر لك على هذه المداخلة، شكرا لك. شنو يحتاج الواحد عشان يصنف الأمور حسب أولويتها ويعيد ترتيبها؟ إذا الظروف كانت صعبة إحنا بطبيعتنا نتكيف معاها ونحاول نتأقلم ونمشي أمورنا، أحيانا نتنازل عن أشياء مهمة عشان نقدر نوصل لها بوقتها المناسب. اليوم والأزمة هذه تهديدها مباشر على حياتنا، للحين في ناس ترفض التأقلم مع أثرها، وفي سلم الأولويات نلاقي الصحة والعافية في آخر السلم بعد السفر والمطاعم والأمور اللي أغلبها ترفيهية. مو المفروض هذا الوقت اللي نعيد فيه ترتيب أولوياتنا ونتأقلم، واللي أصلاً يسهل الموضوع رغم صعوبته؟ هذا التغيير مؤقت بإذن الله، ما هو دايم، لأن العملية مسألة وقت، تطعيم ومناعة مجتمعية وتخفيف قيود ونلقى كل شيء رجع ليه وضعه الطبيعي، بس الوضع محتاج تعاون عشان تتسرع هذه العملية. لما نصنف الأمور حسب أهميتها راح نقدر نتكيف مع هالظرف، راح نقدر نتجاوز هالظرف الاستثنائي. أما إذا كل واحد معتبر الدور دور غيره وهو ما له شغل، ما راح نقدر نكمل واجبنا بالسرعة المطلوبة منه، وكل تأخير قاعد يأثر علينا. لازم ناخذ الأمور بجدية، لأن الأمور ما هي هينة وكل شيء قاعد يصير صعب، لكن لما نخلي السلامة أولوية، الدافع اللي يخلينا نتحمل وتخليك تتحمل هذا الدافع موجود، وبعد كل هذا بتعدي الأمور وبنعدي هذا الظرف الاستثنائي اللي كلنا قاعدين نمر فيه. ولذاك الوقت اللي كل شيء يرد لوضعه الطبيعي، كونوا بخير وبأمان الله.